أتوا بحشودهم ترافقهم أصوات زواملهم، علهم يخفون أصواتا لم يستطيعوا إسكاتها. هددوا وشتموا ومزقوا اللافتات من أجل مجابهة العشرات من النساء اللواتي خرجن للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية والمطالبة برحيل الميليشيا في العاصمة صنعاء ومن أمام مبنى إدارة مديرية آزال. لا جديد في اعتداء الميليشيا على النساء، كما ليس جديدا دورهن النشط بالتعبير عن سخطهن ورفضهن لسلطة الميليشيا المفروضة. الجديد فقط هو الثمن الباهظ الذي تجبر المرأة على دفعه، فهي إن لم تقتل أو تشرد من منزلها فإنها تموت قهرا على ولد أو أخ مخطوف في سجون الميليشيا أو يقاتل في صفوفهم. ورغم محاولات الميليشيا العديدة لقمع كل الاحتجاجات السلمية المناهضة لها، يتنامى يوما بعد آخر الفعل السلمي الرافض لتواجدها، وتبرز المرأة كعادتها في المقدمة دوما لتناضل من أجل محو القتامة عن وجه اليمني وتغيير واقعه السياسي المشوه.